إلى شمالي العاصمة حيث مدخل بغداد موصل. هذه الآليات تعمل على مدار اليوم لصب وإنجاز البنى التحتية للطريق الرئيسي. محافظة بغداد أكدت الانتهاء من إكساء المرحلة الأولية للمشروع بواقع 16 كيلومترا بدءا من جسر ذراع دجلة وصولا إلى مجسر الطارمية، فضلا عن المباشرة بصب الركائز الخاصة بالجسور الفوقية والاستمرار بإنجاز جسور المشاة. نسبة إنجازنا وصلت 40%، متقدمين عن جدوى تقدم العمل. طبعا 40% المشاهد يمكن من يسمع نسبة إنجاز 40% يتوقع نسبة قليلة، لكن بالحقيقة هاي أمور فنية حسب جدوى تقدم العمل ووزن الفقرات، وإنما من تجي الواقع الحال احنا مسار الدخول 28 كيلومتر من 33 انجز الكونكريت، مسار الخروج 16 كيلومتر انجز، وبالتالي احنا اليوم باشرنا بالجسور الفوقية صب الركائز وتأخرت بسبب مصادقات 15 جسر مشاة أعمدتها كملت. الأيام القريبة المقبلة راح يتم نصب الروافد. طول المشروع الكلي يبلغ 33 كيلومترا، إذ تستمر أعمال الصب الكونكريتي لممر الإياب الواصل باتجاه العاصمة بعرض نحو 16 مترا. دائرة الطرق والجسور في محافظة بغداد أشارت إلى الاستمرار بإزالة التعارضات ورفع التجاوزات وفرش طبقة الإسفلت الأساس ومعالجة الروطانات واستبدال التربة بدءا من تقاطع المشاهدة وصولا إلى سيطرة العبايتشي. أعمال الصب 29 كيلو حاليا، احنا بالثلاث كيلوات الأخيرة باشرنا باللاين الأول بعرض 5 متر، حاليا أنجزنا كيلو من عدها، باقينا كيلو 600، وإن شاء الله خلال يومين قادمين راح نبلش باللاينين الثانيين بالفارشة بعرض 10 متر. تم إنجاز أكثر من 75% من جسور المشاة والبالغ عددها 17 جسر مشاة. بين إعادة التأهيل والتوسعة وإنشاء الجسور، مداخل العاصمة بغداد تشهد حملة عمرانية متكاملة، إذ تؤكد حكومة بغداد المحلية أن الثلث الأخير من العام الحالي سيشهد دخول عدد منها الخدمة الفعلية. من مدخل بغداد موصل شمالي العاصمة، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.